السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. جاوني العديد من التساؤلات حول الخيوط اللي نستعملوها باساب. اليوم غادي نوريكم أنا الخيوط اللي تنستعمل بالنسبة لهاد الخيوط هادو. فهما ممكن خيوط رقيقة ممكن يدوزوا باساب، ولكن لاحظوا شحال هي مزغبة، ما تستعملوهاش بزاف، يعني استعملوها بشكل قليل وقليل بزاف، لان هاد الخيوط المزغبه واخا تيدوزوا ولكن الموتور ديال الباساب تيعمر بهذا الزغب هذا، وبالتالي ما تيبقاش باغي يخدم بالزربه. يعني هاد الخيوط هذه تتقضي على الباساب لانها مزغبه بزاف، فيها زغب، فيها شعيرات غير صالحه، ممكن تستعملوها ولكن بشكل قليل. الخيوط اللي تنصح بها هي الصوفه العاديه، هي اللي تنصحوا بها. لاحظوا كيفاش ما فيهاش خيوط، صوفة عادية. هذا النوع هذا هو فيلور رائعة جدا. عندنا ايضا هاد الصوفة هذه اللي هي الفيكسي جميلة وجميلة جدا، لان يعني داكشي اللي تنخرجوا منها تيكون لامع، تتكون بعض اللمعان فيها جميل، لكن ما تستعملوهاش بخيطين فقط، خيطين غادي تجي رقيقة بزاف. تنستعملوا من 3-4 خيوط للفيكسي، ولا تنخلطوها مع الصوفة العادية. مثلا تناخدوا جوج ديال الخيوط من الصوفة العادية ونضيفوا ليه وحدة من الفيكسي، او جوج من الفيكسي الى بغينا نعطيوها لمعان وتكون جميلة، لان الفيكسي غالية بعض الشيء على الصوفة العادية. ناخدوا مثلا جوج الخيوط ديال الفيكسي ونزيدوا عليهم واحد من الصوفة العادية، تتجي رائعة ورائعة جدا. تنستعملوا ايضا الكوردون، هذا هو الكوردون اللي تيتستعمل في الكروشي، يعني الخيط ديال الكروشي تيتستعمل بزاف لناب، تيتستعمل في اكسسوارات ديال المطبخ، فاحنا تنستعملوه ايضا باساب وتيعطي اشكال رائعه جدا. لكن خاصكم تخدموا برقم كبير، بمعنى الا خدمتوا بالكوردون فانتم تتخففوا الخدمه ديالكم برقم 6 أو 6.5، ما تخدموش فقط بخمسة لان تيجيكم مزير وتيجي خايب. ممكن تستعملوه في المنطوات، ممكن تستعملوه في الكبابط، ممكن تستعملوه في اكسسوارات المطبخ، وتخدموا بباساب ايضا. تبقاو تستعملوا قطع صغيره، خدموا بقطع صغيره اللي غادي تعطيكم يعني شحال ممكن تزيدوا، شحال بقاو تزيدوا تنقصوا، حتى تلقاو كيفاش الماكينه ديالكم تتمشى، لان في الاحوال كلها كل ماكينه وشحال تتمشى. بحال مثلا انا عندي ماكينه ديالي رقم 5 تعطيني وسع جميل وتعطيني مزيان، اختي عندها 5.5 هي اللي تعطيها يعني شكل جميل، انا هي رقم 5 تجيها الخدمه مزيره بزاف ما زويناش. هادشي اللي كاين، هادو هما الخيوط اللي تنستعمل انا في الماكينه ديالي. اللي نصحكم به هما هي خيوط يكونوا رقيقه، يعني خيط غليظ ما غاديش يدوز لكم في الماكينه باساب، خيط رقيق مزغب غادي يدوز ولكن غادي يقضي لكم على الماكينه ديالكم. خيط الفيكسي من اجمل الخيوط، الا دخلتوا معاه خيوط المذهبه والا دخلتوا معاه الخيط العادي سيعطيكم جماليه كبيره في المنطوات ديالكم، وتيكون يعني موديل راقي وراقي جدا. الصوفه العاديه من طبيعه الحال هي ام باساب، هذا الشيء اللي ممكن نقول لكم اليوم. والصوفه العاديه فيها صوفه عاديه فيها فيرلوك، كشمير لوك، فيها فليور، فيها المهم اللي فيهم في الاخير روك، فننصحكم بهم. بالرغم من ان الشركه المزيانه اللي كانت تقدم لنا يعني صوفة مزيانه دارت فايت للاسف، ولكن باقي الخير في السوق. الى عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه ديالي، علقوا ولو بكلمه. الى بغيتوا من طبيعه الحال تتواصلوا معايا عبر جروب الفيسبوك، وتنتمنى تنتمنى تنتمنى انكم تحطوا التطبيقات ديالكم. لحد الساعه قله قليله اللي حطات تطبيقات، مع ان تعليقات تيجيوني باللي كاين يعني تعليقات كثيره تجيني باللي نجح لهم الفيديو.
طبقوه ونجح لهم. داكشي الا بغيتو تعاونوني فحطوا التطبيقات باش يشوفوها الاخوات والاخوان الاخرين ويتشجعوا انهم يطبقوا حتى هما. الى ورشات قادمه ان شاء الله. سمحوا لي راه واحد الاخت كل مره تقول لي بحال تجري فيا النهجه لانني بهذا الجو لهذا الجو تنكون مريضه ومريضه جدا. فغير قبلي عليا اختي. الحمد لله والله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.